الرئيس الحسن بالا سكندي رئيس الجمعية الوطنية لبوركينا فاسو ورئيس المؤتمر الخامس عشر للاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات الدول الإسلامية، السيدات والسادة النواب البرلمانيون، أصحاب السعادة الوفود المشاركة المحترمين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستهل كلمتي بتوجيه الشكر والعرفان لمعالي السيد الحسن بالا سكندي رئيس الجمعية الوطنية في بوركينا فاسو لإقامة هذا المؤتمر المتميز، كما أشكر لجمهورية بوركينا فاسو الشقيقة قيادة وشعبا لحسن استقبال وكرم الضيافة اللذين حظينا بهما منذ وصولنا إلى هذا البلد المضياف الذي تأصل الكرم في تاريخه، ونجتمع في واغادوغو هذه المدينة العريقة الجميلة. كما أهني معالي السيد الرئيس حسن بالا سكندي على تسلمه رئاسة الاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة التعاون الإسلامي. أصحاب المعالي والسعادة، إن الواقع المؤلم الذي تعيشه عدد من البلدان الإسلامية من رهاب وصراعات داخلية وصفك للدماء هو نتيجة حتمية للتعالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات الخارجية. ومن المؤلم أن يشكل المسلمون النسبة الأعلى بين النازحين واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطرابات والحروب وانحسار فرص العيش الآمن الكريم في بلدانهم. فقد عشنا جميعا بمرارة الأحداث التي شهدتها مناطق كثيرة من العالم الإسلامي، حيث تمر دول عديدة في العالم الإسلامي بتحولات عسيبة وفي بيئة دولية خطيرة، حيث نشهد تفاعل أزمة إقليمية دولية أمام عيوننا تنذر بالتحول إلى حرب شاملة لا تبقي ولا تذر. إن لم نحسن إدارتها في وسط هذا الوضع المتأزم والتطورات المتلاحقة، العالم الإسلامي سيجد نفسه حينئذ تحت خطر مواجهة إقليمية ودولية، وقد تجر على بلداننا الويلات. هذه الأزمات المعقدة والتحديات تلتزم وقفة جادة ونية خالصة للتوصل لحلول وطنية وسليمة لمشكلات عالمنا الإسلامي. الإخوة والأخوات أصحاب المعالي، إن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاع اقتصادية واجتماعية وإنسانية هشة هو نتيجة لاستمرار سلطات الاحتلال بممارسة أبشع صور انتهاكات الحقوق الإنسان وخرقها القانون الدولي الإنساني. وأغتنم هذه المناسبة لأجدد تضامن جمهورية الصومال مع الشعب الفلسطيني، ونؤكد موقفنا الثابت ودعمنا الموصول من أجل نيل حقوقه المشروعة والعادلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. السيدات والسادة، في إطار المساعي الدولية لمحاربة ظاهرة الإرهاب وأعمال العنف والتطرف التي بدأت تتزايد وتشكل واقعا دوليا جديدا نتيجة استمرار أزمات المنطقة دون وضع حل مستدام لها، فإنه من الواجب علينا إدراك أن مكافحة هذه الظاهرة البغيضة هي مسؤولية دولية، ولا تستطيع دولة بمفردها بمواجهتها مهما حاولت التصدي لها أو القضاء عليها. كما أنه لا يجوز أخلاقيا ربط هذه الظاهرة بقومية أو دين أو حضارة. أصحاب المعالي، إن جمهورية الصومال تجدد موقفها المبدئي والثابت في إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها ورفضها التام لكافة أعمال العنف والتطرف التي لا تتنافى مع القوانين والعراف الدولية فحسب، إنما مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الحضاري والإنساني. أصحاب المعالي والسعادة، إننا في الصومال على الرغم من استهداف حركة الشباب الإرهابية لمقدراتنا وأمننا الداخلي وامتداد آثار عدوانها الإرهابي على دول الجوار، فإنما سعينا تتجه نحو بناء وإعادة الخدمات الأساسية. وأدان المجتمع الدولي بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي يقترفها مصلحي هذه الحركة الإرهابية الذين لا يزالون يعملون على زعزعة الاستقرار للبلاد والمنطقة. وهناك إجماع تام على أن هذه الأعمال الإجرامية النكرة تتنافى مع القيم الإسلامية المعتدلة المتعارف عليها وحماية حرمة الحياة الإنسانية.
وقد عرض عليهم مرارا نبذ العنف والاستفادة من العفو الحكومي والانخراط ببرنامج إعادة التأهيل. وخلال السنوات القليلة الماضية تحقق تقدم ملحوظ نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار والحكم الرشيد وعدم التسامح مطلقا مع الفساد ومواصلة استكمال المسيرة السياسية ووضع الرؤية السياسية في حيز التنفيذ من خلال استكمال كتابة الدستور وإجازته وإجازة مشروع القوانين المنظمة للعملية السياسية في المرحلة القادمة تمهيدا للانتخاب التشريعي والرئاسي في نهاية العام الجاري 2020. وأخيرا اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في جهودها الطيبة الهادفة إلى تعزيز التنمية وإعادة إعمار وتحقيق الأمن والاستقرار في بلدي الصومال. وفي الختام نود أن نتوجه إلى الله العلي القدير ليلهمنا الرشاد والسداد ويوفقنا في خدمة أمتنا الإسلامية وتحقيق ما تتطلع إليه من رغاء وعزة وتقدم. وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.